وكذلك من علوم الفقه علم النوازل والبتاوي، وهو علم مهم، وذلك أنه يضع الحلول لما يتجدد من المشكلات، ويذكر فيها بتاوي أهل العلم ويجمعها. وأهل كل مذهب لهم عدد من كتب البتاوي، منها ما يكون مختصا بشخص بعينه فيكون فتاوي فلان أو نوازل فلان أو نحو ذلك، ومنها ما يكون لأهل بلد معين أو فتاوي أهل جهة معينة، فيؤلف مؤلف في جمعها، كالمعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلسية والمغرب للشيخ الوشريسي في المذهب المالكي، وكبعض فتاوي الحنفية التي تكون لأهل بلد معين. وكذلك من الفتاوي التي تختص بالأشخاص، مثلا في المذهب الحنفي فتاوي قاضي خان، والفتاوي المهدية، وفتاوي الفقيه داماد، وفي المذهب المالكي مثل فتاوي ابن رشد وفتاوي الشاطبي، وعدد كبير من الذين ألفوا فتاوي كتبت نوازلهم ونظمت حتى من المتأخرين. وفي المذهب الشافعي مثل فتاوي ابن الصلاح وغير ذلك، فتاوي السبكي وغيرها فتاوي، وفي المذهب الحنبلي من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، وله أنواع من الفتاوي، منها ما جمع في حياته كالفتاوي المصرية، ومنها ما ألف بعد ذلك بقليل كالفتاوي الكبرى، ومنها مجموع الذي جمع متأخرا وهو مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جمعه قاسم الحنبلي. وكذلك هذه الفتاوي نشأ عنها علم يسمى علم العمل، وهو ما يعمل به القضاة والمفتون، غالبا يكون استثناء من قاعدة أو على خلاف المذهب الراجح في المذهب، أو على خلاف الدليل اقتضى ذلك دليل آخر أو مصلحة. وهذا تجدونه كثيرا عند المالكية، لأنهم الذين يعتنون كثيرا بالعمل، لأن مالكا اعتنى بعمل أهل المدينة، ثم بدأ بعد ذلك عناية المالكية بعمل أهل الأمصار، أي بما يقضي به قضاتهم ويفتي به مفتوهم. ومن ذلك مثلا العمل المطلق، أي عمل المالكية مطلقا، أو عمل فاس مثلا، وقد نظم عدد منهم في العمل ولهم فيه أناظيم.